كشف الفنان والمخرج حسام الحسيني نجل الفنانة نهال عنبر تفاصيل الحالة الصحية لوالده مجدي الحسيني بعد إجراء عملية خطيرة في الولايات المتحدة الأمريكية. وقال حسام الحسيني في تصريح لأهل مصر الخميس 26/12/2019 أن والده دخل غرفة العمليات في أمريكا، وتحديدا في ولاية لوس أنجلوس، لإجراء عملية تعد من العمليات الخطيرة، والحمد لله تمت العملية بنجاح. وأضاف حسام الحسيني أن والده يجب وجوده تحت العناية والمتابعة الطبية حتى الاطمئنان على حالته الصحية وتعافيه. ده مجدي الحسيني أشهر عازف أورج في مصر والعالم. هنشوف دلوقتي نبذة عن حياته وحياة نهال عنبر. نهال عنبر مولودة 9 أكتوبر 1961، ممثلة مصرية حاصلة على بكالوريوس سياح. بدأت مشوارها الفني عندما اكتشفها المخرج شريف عرفة وقدمها في دور قصير في فيلم طيور الظلام، ثم اتجهت للتلفزيون وتزوجت من عازف الأورج مجدي الحسيني، ثم انفصلت عنه بعد أن أنجبت ابنهما حسام. هنا دي صورة نادرة ليهم مع بعض مع ابنهم حسام، بقى فنان مشهور برضو دلوقتي. وانا حسام بعد ما كبر اهو بيقبل ايد والدته. في صور نادرة احتفل عازف الأورج مجدي الحسيني بزفافه على الفنانة نهال عنبر، وذلك وسط حضور كبير من الفنانين، ومنهم عازف الجيتار الشهير عمر خورشيد، والفنانة الراحلة صباح، والموسيقار هاني مهنا. هنا صور نادرة جدا أثناء زفافهم، وأدي صباح باينة وعمر خورشيد. وقد انفصلت عنه نهال عنبر بعد أن أنجب ابنهما الوحيد حسام الحسيني الذي يعمل مغني راب الآن. ده حسام الحسيني مغني الراب مشهور، وهنا مع والدته نهال عنبر. يذكر أن مجدي الحسيني انضم لفرقة عبد الحليم حافظ وظل مشاركا له حتى وفاته في 1977، كما عزف في فرقة أم كلثوم. هنا بيعزف على الأورج وهو لم يتجاوز 16 من عمره، وعزف أيضا مع محمد عبد الوهاب وفريد الأطرش، كما أسس فرقة توست شو. وفي عام 2008 كرمه المهرجان الدولي للإعلاميين المصريين بجائزة أحسن موسيقى تصويرية عن المسلسل الإذاعي أميرة الحب والحرب، عن قصة حياة المطربة الراحلة أسمهان. وكان نجاح المسلسل الإذاعي دافعًا للمسؤولين عنه لتحويله إلى مسلسل تلفزيوني، ودخل مجدي الحسيني موسوعة جينيس كأسرع عازف بيانو في العالم. دي معلومة كتير ما يعرفهاش. نهال عنبر فنانة مصرية ولدت يوم 9 أكتوبر عام 61 في القاهرة لأب دبلوماسي من محافظة الشرقية وأم سيدة أعمال من محافظة المنوفية. حصلت على الثانوية العامة من الولايات المتحدة الأمريكية، ثم حصلت على بكالوريوس السياحة، وعملت بالسياحة فترة قبل عملها بالفن. تزوجت الفنانة نهال عنبر 3 مرات، كان أولها من الفنان مجدي الحسيني عازف الأورج الذي أنجبت منه حسام، ثم انفصلت عنه. ده كان أول أزواجها مجدي الحسيني. ثم تزوجت من المخرج المسرحي حسام الدين صلاح، ولكن حدث الطلاق بعد مرور 7 أشهر فقط على الزواج. كما تزوجت بعد ذلك من رجل الأعمال السكندري حسن صالح، وانفصل بعد 4 أشهر. من ناحية أخرى، في أكتوبر 2018 احتفل الفنان المصري الشاب حسام الحسيني بعيد ميلاد والدته الفنانة نهال عنبر،
ونشر صورة من الاحتفال عبر صفحته الشخصية بموقع انستجرام. حسام الحسيني علق على الصورة قائلا: تعبتي فيا 9 شهور، ما كنتش عيل أمور، طلعت عينك سنين وشهور، وطول ما الدنيا بتدور انتي الجاذبية اللي مثبتاني في الأرض، انتي الكون بالنسبة لي كله بالطول والعرض. وأضاف: انتي كل حاجة حلوة، عسل، شوكولاتة، فراولة، وأنا صغير كنت فاكرك أخطر من أمن الدولة. يا رب أفرحك دايما وأفضل كبير في عينيكي، يا رب يقدرني أبقى خدام تحت رجليكي. وتابع: ربي قال الجنة هناك والملايكة فاردة جناحها، وأنا نفسي أبقى فيها ورضاكي هو مفتاحها. أنتي ملكة ملاك، وأنا قدام جلالتك عاجز، مفيش كلام يعبر عن غلاوتك. كما نشرت الفنانة نهال عنبر صورة لها مع حفيديها من نجلها الوحيد وزوجته، وعلقت عليها قائلة: تسلم لي يا حسام، انت ونانسي وياسين ويوسف، ربنا يخليكم ليا. دي صور جميلة معاهم، مع مراته حسام الحسيني، مع مراته ومع والدته، وهنا مع والدته نهال عنبر، وده حفيد نهال عنبر، هنا حسام مع والدته. طبعا نهال عنبر كانت زادت في الوزن فترة من الوقت، بس قدرت تخس دلوقتي وترجع لرشاقتها، ده الوقت اللي كانت فيه زايدة في الوزن. دي صور متفرقة ليها، هنا مع غادة عادل. من ناحية أخرى، من أبرز أعمالها التلفزيونية آخر المشوار وهوانم جاردن سيتي وكوكب الشرق والعصيان والليل وآخره والحقيقة والسراب وأين قلبي وعباس الأبيض وأصحاب المقام الرفيع والظاهر بيبرس والست أصيلة وسكة الهلال ويتربى في عزه، بالإضافة إلى عدد من الأعمال السينمائية منها جاءنا البيان التالي وتسعين دقيقة والسفاح، كما شاركت في المسلسل الإذاعي أنا والحبيب. ومن ناحية أخرى، انتشرت من فترة شائعة عن وفاة الفنانة نهال عنبر إثر حادث مروع، وهو الأمر الذي وصل إلى أذهان الفنانة من كثرة المكالمات الهاتفية التي وردت إليها للاطمئنان عليها، وأعربت عن دهشتها الشديدة من هذه الشائعة التي وصفتها بالمقرفة، معلقة الأعمار بيد الله، لكن مثل هذه الشائعة لا يتقبلها أحد، خاصة أنها تقلق كل الأهل والأصدقاء. ومن جانبه، أكد الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية أنه فوجئ بهذه الشائعة المزعجة من كثرة المكالمات الهاتفية التي وردت إليه، لافتا إلى أنه قام على الفور بالاتصال بالفنانة نهال عنبر للاطمئنان عليها، وأكدت له أنها بخير. ومن ناحية أخرى، أيضا توفي يوم الأحد 3 فبراير 2019 والد الفنانة نهال عنبر بعد صراع قصير مع المرض، وتم تشييع جثمان الراحل من مسجد الحصري بعد صلاة ظهر يوم الأحد بمدينة 6 أكتوبر. وقالت الفنانة نهال عنبر لليوم السابع أنها كانت ستحدد موعد العزاء بمسجد الحميدية الشاذلية بعد دفنه مباشرة، لافتة إلى أن نجلها المخرج الشاب حسام كان في طريقه إلى القاهرة قادما من دبي بعد علمه بوفاة جده، والذي كانت تربطه به علاقة أبوة وأكثر. وعندما وصل جثمان والد الفنانة إلى مسجد الحصر بمدينة 6 أكتوبر، انهارت الفنانة نهال عنبر في البكاء لحظة وصول الجثمان، هنا وهي طبعا متأثرة وبتودع والدها. الله يرحمه. لو أعجبكم الفيديو، يا ريت تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس ليصلكم كل جديد، وشاركونا بالتعليقات. وشكرا لكل المحبين والمتابعين والمشاهدين قناتكم، قناة أخبار النجوم. شكرا لكم.